أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير. صباح الخير عليكم من المتنبي. بهذا اليوم الجميل، بهذا الصباح الجميل، نصبح عليكم ونشوف هذه الأجواء الصباحية من بغداد، هذا الصباح الحيوي. حديث الناس متواصل يوميا، مختلف المجالات يتحدث المواطن العراقي وخاصة الخدمات وحديث الخدمات، ولربما المواطن العراقي يتأمل خير في الحكومة القادمة. من المتنبي حياكم الله. أسعد الله صباحكم أحبتي من جديد، حياكم الله. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من المتنبي وللمواطن الكلمة الأولى والأخيرة، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بقناتكم ثلوجة، أهلا وسهلا. شلون أخوي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شنو عملك، شاي؟ إي والله من البصرة جاي أبيع شاي والله العظيم. بالبصرة ماكو عمل؟ والله البصرة كلها عاطلة عن العمل، كلها هذول العمال الأجانب بالبصرة ماخذين عملكم العمال الأجانب. اي والله ماخذين عمالنا، والعراق ما يشتغل ما يشتغل. اي والله هذول البنغلادي شوي يشتغلون، واحنا نشتغل او بالشاي او بالعمالة. تمام، شنو اللي تريده انت اليوم كشاب عراقي؟ شو تريد؟ والله انطالب محمد الشاعر السوداني أن يدير بال عن الخريجين العاطلين عن العمل، يعني أكثر من الخريجين ويدفع عربانة بالشورجة. والله أنقهر على الشباب هاي تبيع عمالة بالشورجة، وإحنا بلد الخير، بلد الله. والله حسرة بقلبي. والحسين كلش قد تروح البصرة؟ والله حسرة بقلبي. كلش قد تروح البصرة؟ والله كل شهر أروح البصرة. كل شهر؟ أي والله العظيم حسرة بقلبي على هاي الشباب العاطلة عن العمل. نطالبهم مع الحكومة الجديدة يشوفون فرص عمل للشباب. يعني الشباب ليش تروح على الطريق ذاك الطريق؟ يعني صح ذاك الطريق، يعني يشوفون عمل، فرصة عمل للشباب. يعني صار لهم 20 سنة يتقدموا للعراق. تمام، حياك الله، أتمنى لك الموفقين إن شاء الله. أشكر قناتكم وأشكر قناتكم ثلوجة. حياك الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ حياكم الله. شلون العراق اليوم؟ العراق جميل دائما. اها، وعروس المدن هي بغداد الحبيبه. الحمد لله. واكيد الشارع المتنبي له وقع جميل في تاريخ كل العراقيين. من وين شيخنا العزيز؟ انا من صلاح الدين وقضاء ضلوعية. ابو ضلوعية حياكم الله. حيا الله مبارك. هذا قضاء الصمود هذا. ان شاء الله نعم. اي اكيد. قاتلتوا داعش الارهابي وصمدتوا بوجهه. قاتلنا داعش ووقفنا بوجههم ورفعنا رؤوس العراقيين كلهم. حياكم الله، حياكم الله. شلونها ضلوعية؟ الضلوعية تزهو الحمد لله، متماسكة، متلاحمة، متكاتفة، يد واحدة. شلون الوضع الخدمي بالضلوعية؟ جيد جدا الحمد لله. العراق بدأ يتطور، يعني يوم عن يوم انت تحس اكو تقدم نحو الاعمار. زين، بدأت اكو تبييض شوارع، بنى تحتية. ما غرقت الضلوعية بهاي الفترة؟ لا الحمد لله ما غرقت. ما غرقت؟ لا ما غرقت. مطر قليل. ها؟ مطر قليل بالضلوعية. مطر قليل. بدأ لو يباشرون بالعمل حاليا بالشوارع. زين. الضلوعية بيها زرع ولا ما بيها زرع؟ اكيد بيها زرع. مو حيل. مو حيل؟ لا لا مو. ليش عندكم انضرب شيء؟ ماي 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 مشكلة بالماي. مشكلة بالماي. اي مشكلة ماي قليلة، الماي المشاريع خصوصا قليلة، ماكو مشروع يصل فوق. لا الوضع على عمل زين مطلوب. تحتاج ترجع الزراعة بالعراق والضلوعية بأمس الحاجة. والعراق كله يحتاج زراعة، كل العراق يحتاج، لأن احنا مرينا فترة تصحر كبيرة، يعني صح من عندها هذا الغبار اللي يصير كل فترة. صح. فيعني هم نطلب من الحكومة النظر إلى هذا الموضوع، يعني زي توفير المياه للمناطق الزراعية وإعادة الزراعة من جديد، يعني
اليوم ابن صلاح الدين شو يريد من رئيس الوزراء محمد الشاعر؟ والله رئيس الوزراء احنا ندعم نتمنى انه يكون امن واستقرار العالم العراقي كلهم متعايشين يعني عيال وحده عيال بيت واحد. فما اريد من عنده الا التفاته للاعمار، اريد نصير حالنا حال هاي الدول البقيه اعمار وبنى تحتيه وزراعه حتى يكون العراق يرجع الى عهدها السابق. تمام تمام حياك الله. ايش عجب اليوم اختاريته المتنبي؟ والله اختارنا المتنبي لانه تراث قديم نشوفه والوضع الموجود به حاليا، شوف البشر هذا وشوف يعني شيء تراثي قديم وتحتاج. زين صلاح الدين بها اماكن تراثيه لو ما بها اماكن تراثيه؟ والله اكو سامره. اها هي اكو مناطق سامره كسامره الملويه وغيرها. الملويه وغيرها اذا بس شوارع مثل المتنبي ما عندكم شارع لا 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 ما في. يراد المحافظ ضبط محافظ صلاح الدين يعني حدث شارع أنا يطلع تراث صلاح الدين مو مفروض فيه؟ اكيد اكيد يحتاج بس اذا انت مرينا بظروف صعبه شويه زمن داعش وهذا وتدري بدا عاد ان شاء الله يا رب يحتاج انه وقت شويه وان شاء الله الحكومه الجايه حاليا باذن الله تبشر بخير. تحياتنا صلاح الدين حبيبي يسلمك حياكم الله حياكم الله بارك الله فيك. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله عمو. شلون الصحه؟ الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحفظك. المواطن العراقي ماذا يريد من الحكومه القادمه الحاليه عفوا؟ والله المواطن العراقي لا يريد سوى الاستقرار، وهذا الاستقرار شيء رئيسي لبدايه العمل والامان. يعني هو الاستقرار ماده رئيسيه في كل المواضيع، في الثقافة، في الأدب، في الدراسة. زين. لكنه ما حدث يعني يمكن قبل يومين أو ثلاثة بصراحة حدث شيء عن حالة مؤلم جدا. هو بسيط. اللي هو استدعاء المنتخب الكوستاريكي اللي في ملعب جدا النخلة في البصرة، والاتفاق اللي يعني بصراحة الاتفاق المشبوه أريد أقول عليه. زين. يعني اتفاق وزارة الشباب واتحاد كرة القدم العراقي. يعني هل من معقول يعني كان الاتفاق انه عدم ختم الجواز الكوستاريكي؟ يعني هذه كارثه. سيد عدنان درجالي يقول الموضوع مو الخطوة. لا هذا اليوم طالعت احد الصحف الكوستاريكيه وارسل لي بصراحه عبر الايميل تبعي انه متفقين والاتفاق موقع انه ما يأشرون الجوازات، وهذه طامة كبرى. يعني حتى اذا نرجع للتاريخ بس دقيقه هو المنتخب الكوستاريكي يقول لك انا اريد اطبل العراق بدون ختم. ايه هو هاي المشكله، وكيف توافق انت بدون ختم؟ ما وافقت الجهات الداخليه قالت ما دخلوا. يعني عبر التاريخ اذا اريد من باب الفكاهه انه حتى مسلسل يوسف الصديق من اجوا اخوانه الى مصر هم مطلوا بحدود، قال لهم انتوا تعالوا وين رايحين؟ شنو الحمل مالتكم؟ زلتوون؟ ما دخلوهم دخلوا. يعني بصراحه هل من معقول يعني هذا العراق عراق الهيبه والكرامه، عراق الخيرات؟ يعني عراق هو اللي علم الكون الكتابه أن يكون جوازه يعني فشي شبه أو شبهه. يعني هو العراق اللي كان ديناره 3.5 دولارات، العراق اللي كان هو تدخل نصف أوروبا إلى ثلاثة أربعة أوروبا. تتخيل وصل الحال أنه كوستاريكا ما تريد ينتخل جوازه العراق. من كوستاريكا ومن دمر العراق غير أمريكا وكوستاريكا والدول المحايدة لأمريكا. يعني بصراحة أنا ما أشوف هاي المسألة تمر مرور الكرام. طبعا. على وزير الشباب. طبعا. وعلى اتحاد كرة القدم. طبعا. يجب أن عرض العقد الذي أبرم بين الفريقين. طبعا. أو الاتحادين. صح. للعالم لتبين من هو المخطئ. أنا أشكرك جزيلا. حياك الله فعلا. حياك الله شكرا. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ شلون المواطن العراقي؟ والله بالنسبة للمواطن العراقي خاصة الشريحة الشباب يعني الشباب أصبح اليوم حاليا بهذا اليوم ما يعرف طريقة وين الدربة وين التائه. يعني لا تعيينات لا يعني نطالب من الحكومة الجديدة إن شاء الله حكومة السوداني الاهتمام بالشباب يعني تعيينات فرص عمل الاهتمام بالقطاع الشباب الخاص. يعني هاي الأمور يعني أصبحت واجبة لأن البلد اعتماده على الشباب. المشاكل مشاكل العراقية مادية؟ والله مادية شيء أكيد. يعني أصبحت الأمور المادية يعني من الضرورة. يعني هو من يكون أمور المادية متحسنة راح يقدر يشتغل، راح يقدر يبدأ، راح يقدر يعمل. هاي وحدة واهتمام إن شاء الله. هاي الأجواء الجميلة اليوم أجواء جميلة وحلوة إن شاء الله. يجب من الاهتمام بالثقافة همينة شوية يعني ودعم لهاي الأمور إن شاء الله. وشكرا لك وشكرا للقناة
الفلوجة. حياك الله ممنون، شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا، السلام عليكم. شكرا لكم ولقناتكم ولكادر القناة. حياك الله. مشكلتي خاصة بالمتقاعدين. المتقاعد والله أكثر واحد عنده حق بالعراق هذا متقاعد. الله يبارك بالجميع ويحمي الجميع إن شاء الله. احنا متقاعدين لحد الان يستقطع من عندنا تقريبا 50,000 دينار من سنه 2014 لحد الان، لحد هذا التاريخ. مال ضحايا، مال الحشد بايكر؟ الشعبي. لا، مال الحشد الشعبي ودعم خزينه الدوله من شان النفط. تمام. $40 او $35 والان ب $100. اي، وما صعد الراتب التقاعدي. ما وراتبنا حسبه قانون والاستقطاع باجتهاد. ليش ما ترجع لنا هاي ال 50,000 دينار؟ وأنا محتاجها أكثر من أي واحد. فعلاً، يعني هي قرابة $30 لكن مهمة عند المتقاعد. عندي صح. لأنه عندي أولاد وأولاد أولاد وأمور مزمنة ومشاكل، وحضرتكم سيد العارفين، وشكراً لك ولكل الناس، ويحمي العراق من كل شر إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. شكراً جزيلاً. شكراً. صباح الخير سيد. صباح النور. شلون صحة؟ يا هلا بك. يا حياك الله. شلون المتنبي؟ شفت المتنبي؟ يخبل المتنبي بشبابه. يخبل بشبابه، يعني بالشباب الموجودين. عبالي عبالي بشباب الشارع. الأكثر مكان في بغداد يعني تقولين يا ريت يكون يعني بتعمير، بجمال أكثر، اهتمام أكثر. يعني هو الخراب كله موجود بكل بغداد مع الأسف. أكو بيوت تراثية بشارع الرشيد بهاي المنطقة كلها، يعني ممكن تكون يعني مغناطيس للسياحة للثقافة، تأثر على نفسية الشخص العراقي أيضا، يعني يشوف مستقبله. يراد اهتمام وزارة الثقافة بقضية البيوت البغدادية. كلش ضروري، لأنه أكو بيها جمال رائع. يعني هاي القضايا المعمارية، البالكونات، الواجهات، المباني خاصة أكو تهديم إلها، أكو شراء وبيع وتهديم. هاي العقارات عادة كل المافيات بالعالم تستعمل العقارات لغسيل الأموال. للأسف. جنابك ساكنة العراق لو خارج؟ لا، أجي وأروح. أجي وأروح. وين ساكنة مستقرة؟ بالسويد. تريبة. بالسويد. سويد. جو السويد حاليا شلون؟ بارد. وظلمة. وظلمة. جو العراق شلون؟ خبر كلش جميل. حلو. أنا أسمع أنه أكو دول مثل السويد يقول لك هذا الجو حلو، هذا الجو ربيعي جدا بالنسبة للسويد. تحياتنا للجالية العراقية في السويد، ونتمنى لكم الموفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا سيف. يا هلا. ممنون. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. شلونك؟ الله يخليك. الله يحفظك. الصف ايش قد به الصف أستاذ؟ 60 طالب أو 70 طالب. زين. ده شوف. والقاعة قدوتها وجاك شتاء. زين. والصيف والأمطار. هاي بيا مدارس هيجي. مدارس كل مدارس، كل المدارس ما خصص لك واحدة، كل زين. أعداد هواية. أعداد هواية. بالصف الواحد. 60 أو 70 طالب زين بالصف الواحد، شو يصير لك؟ صح. شون يستوعب؟ صح. لا والله. باقا ما يستوعب. شون يستوعب زين؟ كل رحلة بيها 4، 3، و4 زين يمنع حتى 5 يقعدون 70. أقيس هاي كل العراق حكي لك، أنه بس منطقتنا وباقي المناطق. صح. لا كلها زين. تمام وصلت. حياك الله. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. سلام عليكم كادر من فلوجة. حياك الله. احنا نحكي موضوع شعبي. سولف. الموضوع بناء الانسان باساس. احنا اليوم اكو عناوين للاسماء. نقول عناوين الوزارات وعناوين القادة. شيء بشيء يذكر. احنا كل سنة عندنا فد فجوة، فد العفو، فد نقاش، يعني يصير حاد به حول الشارع. شلون؟ طيب. يجي الموسم الدراسي وصحنا كتب. واكو موضوع خاص. يعني اليوم انت بنحكي يا ساعة الطلاب. وسألت حضرتك قلت له وين؟ انا اقول لك وين. تعال البيع. بياع؟ تعال البيع. عليها كرخ البياع الثاني؟ الكرخ الثاني. ثاني مو؟ تعال شوف شوف الطلاب وشلون قاعدين وشلون تعاني. لما يجي ابني او حفيدي من اسئله يقول ما اعرف شو اخذت. ما يعرف. مع العلم انا هسه اجيب لك حفيدي حتى لا يكون مبالغ، حتى يكون من طرف واحد، اجيب لك حفيدي هنا ودرسه. هنا على المتنبي. اساله كم سؤال اذا ما جاوبك
احنا اليوم ابو استاذنا العزيز ناقصنا اليوم اول شيء الانسان هيكلته ثقافته صح، والهيكلة الثانية انه الوعي البناء بناء الطفل هو صح من الدار بس مو الى دارين، الى دار الابوة والى دار بالتربية صح، هذا يصير مكمل له لما يستوعب من الدار ويروح للتربية ينسل بالبيت تكتمل الصورة. اليوم شو رادنا؟ رادنا وعي ثقافة تمام. هسه اليوم انا حتى لو رجل شبير يعني ممكن انا اشوف قطف جقارة شيء صح، ثقافة هذا مو عيب من وعيك العالي. ليش؟ حتى احفز الاخر، احفز طبعا. الشاب اللي وراي، احفز الاكبر مني تمام. يا استاذنا العزيز احنا نقصنا ثقافه. حياك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي. شلون الشاب العراقي؟ الشاب العراقي الله يكون بعون. انت من وين؟ انا من مصر. حياك الله. حياك الله. شلونها مصر؟ والله نفس العراق. نفس العراق؟ يعني نفس العراق. مسؤولين، بوق موجود، هيجي وين ما تروح تلقى بوق. العالم ما مستفاد. الحج قبل شوي يحكي على الثقافه، يا ثقافه ولا تعليم ولا صحه، كل شيء ماكو. هسه اي شاب من عندنا تعليم خريج عنده شهاده يريد بس يطلع من البلد، يا بلد اللي ندافع عنها ونموت في سبيلها، واحنا اصلا ما نحب نريد نطفر. هسه جايب نرجيله بس على مود اعيش، الرئه مالتي سوده مو قلبي، يعني انا على مود قلب ابيض بس اخلي الرئه مالتي سوده. نريد نكمل دراسه، نكمل عسكريه، ما عنده عسكريه واللي ما عنده عسكريه، ونشرد من البلد. هسه تحكي لي على وطن، على تعليم، على حب بلد، ضاعت يا معلم. انت وين مولود؟ انا من هنا من 2015. وين مولود؟ ولادتك وين؟ ولدت بمصر بالاسكندريه. يعني مو عراقي؟ مو عراقي، بس انا عايش عربي. انا عربي. انا راسي بس لا اللهجه مالتك عراقي. لا والله مش عراقي. عراقي وتقلد مصري. لا والله مش عراقي خالص اصلا. لا مصري. مصر مبين. وين بالاسكندريه؟ تعرف فين في اسكندريه؟ انت قل لنا احنا نعرف. انا في محطه الرمل. ما قاعد العادل ما هاي بالافلام. فاحنا شويه يعني بس المسؤولين سواء في الدول العربيه في مصر او العراق او اي مكان يباوعوا على الشباب. يا انت تريد تبني مجتمع، تريد تبني ثقافه، حجي يحكي يقول لك النص بالبيت والنص على التعليم. هسه الاب بيطلع مجفي على وجهه يريد يحصل مجفي على وجهه. مصر يقول مجفي على وجهه. يا عمي ما انا بقول لك عايش هنا من 2000. وين هويتك؟ تحكي مصر. لا 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 يعني مسؤول بالشارع. شقا يا كلام. خلنا شباب بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة. هوية حوال يطو هاي مال تفضل. هي هاي شنو هاي؟ لا لا صح. هاي مال اعلام. هاي شنو هاي؟ هاي هويته. هاي مال اعلام. دقيقة. هاي صحفي وهاي قرنين نقابة والاعلام. اي اعلام. تمام؟ يا ابن الشقا يا قصير من وين مصر؟ يا معاه الدنيا الله. هسه احنا عايفين بلدنا وجايين بس على بلد الشباب. ايه ادري بيها بس غير يباغون على الشباب. ما يباغون لا يعني اي واحد يريد يسافر ويروح لدول اوروبا شنو يعني؟ احنا التضاريس مالتنا، الصلوات مالتنا، كل شيء افيد لنا من دول اوروبا، على شنو نروح؟ بس ما عندنا وعي. تحياتنا لك. حياك الله. شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. انا اسف هسيبك. شلون المواطن العراقي؟ المواطن العراقي تعبان. الشعب العراقي شنو التعب؟ شنو التعب؟ الحكومة تعبته والشعب ساكت وجبان. يعني هذا مختصر كلامك سؤال. والله احنا عوفك من الشعب هاي. خلوا وجه رسالة طيب سام وزيرة المالية. احنا محاضرين 2020 35,000 واحد. مالتنا الامور كلها تمام وكلها ماخذين موافقات، بقت بس في توقيع مالتها. توقيع شنو؟ توقيع منو؟ طيب سامي. انتم محاضرين بغداد؟ احنا محاضرين الرصابه الثالثه بس. رصافه. ايه رصافه. شاركوا ويا محافظ بغداد ما طلعت؟ اخذنا الموافقه من محافظ بغداد. وقع محافظ بغداد؟ زين. وقعت الاماله العامه وقعوا كلهم، وقعت بس طيب سامي. اذا ما ضافتنا وياهم احنا بعد عن ضد سنتين ننتظر موازنه وراها. تمام. يا ريت تسمعنا ست طيب سامي. حياك الله. احنا ولده بعد. احنا مفورين وياكم وتدللون. حاضرين. حياكم الله. حياكم الله. هسه جايكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الوضع؟ بالنسبه لموضوعك على الشباب. ايه. انا اريد اوجه في رساله. يعني ذول الشباب هسه اذا تفترهم كلهم بدون لا وظائف وعاطلين عن العمل
واتجهوا الى طرق مسدوده، الحبوب والكبسله والشرب وغير سوالف، وما خفيه كان اعظم. احنا شو نريد من الحكومه؟ نريد تحتضن دول الشباب، هسه دول الجيل المستقبل، هسه احنا راحت علينا ذيك السنين وتعب والتعب ما نخل، بس دول ولدنا. هسه انا عندي اربع ولد، اريد واحد يتعين لازم تنطر رشوه 50 و60 ودفتر، ويجون يحجون بالنزاهه المسؤولين ويحجون بالاخلاق، اذا كان ضابط واذا كان مدير عام واذا كان ابو تقاعد واذا كان ابو نفط واذا كان مملينه ويامن. بعد العالم صار عنده احباب، ابو المظاهرات مقموع يقمعونه، اللي يحكي صدق يقمعونه، الخريجين الدكتوره والاساتذه والمهندسين مقموعين. انا بنتي مهندسه خريجه تعبان عليها صار حوالي 10 سنين اصرف عليها ملايين الالاف على مود ترد تعيين، قعدت بالبيت وسكتت ملينا. زين عندنا ولد، زين الى متى احنا؟ زين باشر عقبه ميتين، هاي ولدنا هين لهم؟ دوله ما تحتضنهم؟ هسه كل الدوائر فاسده، دول الفاسدين طلعوهم، طلعوا الفاسدين يا اخي، كافحوا الفاسدين. احنا نشد على يد رئيس الوزراء جديد، نشد على يده من ناحيه نظريه، اما من ناحيه عمليه ما نعرف شو بعد ما, ما احنا مو بعد وبعد احنا هذا الحكي شبعنا منه. لا قصدي بعد احنا نريد فعل. هاي شنو مليارين و700 مليون دولار الجنسيه يا اخي؟ افصلوا بطلوا حتى العالم سرعتها رادع، ما يصير هيك. لا متى نستمر على بهذا الحكي؟ وش اريد احكي لهذول الشباب؟ انا متاكد احكي كل اللي بقلوبهم. احنا نريد معالجه استاذ، مشروع شباب، سووا مشروع الاسكان الشباب. هذول الشباب كلهم قاعدين، سووا مشاريع، كل محافظه اخلي بها 500,000 شاب، ابنوا شقق، ابنوا ملاعب، ابنوا هاي البنايات. ليش العالم تروح؟ اقل شيء تروح الكردستان اذا بلا 500، ولا هم بلدنا وعزيز علينا، اذا بلا 607 في سبيل يترفه يسافر برا، اذا بلا 1000 دولار و2000 دولار. احنا ليش ما نستغل هبه؟ صح، العفو ببلدنا يا اخي. ابنه كافي بعد، عيب، حياك الله، عيب كافي. شكرا لقناه فلوجه لانه قناه محايده. شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شلون السيد المواطن؟ تفضل. والله المواطن يعني العراقي اسوء الحالات اللي حد الان، وصار 20 سنه على نفس الوضعيه، ماكو اي تقدم. المواطن البسيط احكي، مو على اي مواطن. العراقي هسه متقسم على انواع، يعني المواطن العراقي مو نوع واحد، ثلاث انواع. نوع عالي كلش هو الحكومه مسلطين على الدوله والميليشيات وغيرهم، هذول انهم اليد الطوله بالعراق. والموظفين اللي حوالي هسه بالعشرين حوالي بال 18 مليون موظف، اكثر دوله بالعالم بيها موظفين هي العراق. طيب. الموظفين اللي هم هسه الاغلبيه الصامته اللي مستباده ويعني نوعا ما عايشه يعني مترفعه نوعا ما، بس ما يفكر بان العراق يحتاج هذا الصوت. يعني صارت انتخابات، راحت العالم قدمت حوالي بال 22 او 20 يعني كنسبه، النسبه رديئه تعتبر. الانتخابات كلها نسبتها رديئه، يعني كلهم الاحزاب وكل الميليشيات وكل هاي نسبتهم رديئه، هم اللي مسلطين على الحكم. ال 80% الاغلبيه الصامته اللي قاعدين بالبيوت اللي ما له علاقه، يقول شو عليه ما عليه، هو هذا سبب دمار العراق صار. يعني انقلبت الايه. يعني هو ذاك مسيطر، يجي عنده جماعه يجي يطلعهم في سبيل الانتخابات بفلوس مو فلوس بالكشاء، هو موظف هو مسيطر. بس انت الاغلبيه اللي قاعد بالبيت اللي تريد تغيير، اللي تريد مي نظيف، اللي تريد كهرباء زينه، اللي تريد قاعد وساكت، وكو ناس بسطاء وما له علاقه اصلا بالتغيير. حياك الله، انا اشكرك، ممنون جزيل الشكر. مرحبا سيد. السلام عليكم. شلونك؟ طبعا اعرفك عن نفسي، انا مسعفه والممرضه مهره انتصارناها اللي ضحيت الشعب العراقي كله، واللي ما حبيت بس انانيه نفسي، حبيت الشباب يتعينون، حبيت بلد العراق كله يريد يعيش. زين احنا ملينا، احنا شباب، احنا ولد اليوم، وتعرضت للخطف والتعذيب وكسروا لي فقره 12. تفضل هنا عمو. الظاهر هنا من الكسر شال الفقره؟ الميليشيات المنفلته. بوقت تشرين؟ نعم، ورا ما شالت الخيم وهاي خطفوني. شنو خطف لو بالشارع؟ بالشارع قدام انظار العالم، وثلاث ايامان تحت التعذيب. زين. وما استسلمت وما ضحيت، وجاني لجوء للسويد وكندا ما طلعت، لان انا اريد ولدي اليوم اريد اخدم بلدي، انا اريد عيوني على هاي الشباب. يعني انت بشرفك اللي يروح يبيع ماي بطل، هو خريج، يجي واحد لا يقرا ولا يكتب من الميليشيات يتعين على الحاسبه، هاي وين صايره؟ احنا نريد اللي يحط الشخص بالمكان المناسب. صح. احنا يعني هسه عينوه وزير الصحه صالح الحسناوي، طبعا انا اشكره. انا هسه بمكتب الوزير
والحمد لله والشكر انه بدا غير وغير الفاسدين. على اول نقطه احنا بدينا بها، احنا مو مال نظاهر بالتحرير ويجمر طابوقه ويضرب مرمي، احنا ولد اليوم انولدنا، احنا نريد نعيش نقضي على ذول الحيتان الفاسدين. البرلمان احنا شكلناه السيد مقتدى صدر اعطاهم مهله 3 اشهر، قالوا له احنا 3 اشهر راح نشتغل، احنا هسه يقول لك امشي ويا كذاب الباب الدار. شكرا لك، شكرا لك، ممنون. فاصل ونرجع لكم، ابقوا انا. أهلا بكم أحبتي من جديد. المواطن وحديث المواطن وكل ما يدور على لسان المواطن فيتحمل مسؤولية السيد المواطن، الاتهامات غيرها كذا، هذه التفاصيل إحنا اليوم ننقل صوت المواطن من الشارع ومن الميدان، لكن دائما أقول الاتهام بلا دليل مشكلة، يعني مشكلة قانونية أيضا بها، فالحق الرد مكفول لأي وزارة ولأي جهة يتم اتهامها في برنامجنا. نكمل حوارنا من المتنبي وحياكم الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا عزيزي. حياك الله. الله يسلمك. الشاب العراقي شنو اللي يحتاج له؟ يحتاج نظام يحتوي، برنامج حكومي يحتوي، أم قرارات سريعة من رئيس الوزراء؟ صراحة إحنا كإدارة بالكامل يراد لها إعادة. طيب. أولا يراد تعديل على الدستور العراقي بالكامل. وحاليا احنا عندنا كمحامين، انا كمحامي اتكلم عن نفسي، اواجه كثير من الامور مخالفه للدستور في الواقع العراقي. طيب. فاحنا وضعنا يراد لاعاده بالكامل، اعاده هيكله الدوله بجميع مفاصلها. طيب. سواء كانت الاداريه والماليه والى اخره. احنا بحاجه الى شخص يكون حازم في اداره الدوله العراقيه. ويكون حازم في اداره مؤسسات الدوله العراقيه. بالتالي من منكون احنا ساعدنا مثل يقول لك كل وحده مسؤوله بامرها، مثل عسكري، مثل عسكري كل وحده مسؤوله بامرها، فاحنا الامر مال وحده اذا كان منضبط اكيد الجنود حيكونون منضبطين. مع احترامنا واعتزازنا لدوله رئيس الوزراء احنا نتامل ان شاء الله خير، نتمنى انه يخلون قدامهم انه ماكو منصب يبقى سواء وزير او رئيس وزراء او برلماني الى اخره. طيب. جميع المناصب زائله، وبالتالي لو دامت لما اتت اليهم، فنسالهم بدماء العراقيين التي ضحت في سبيل هذا الوطن وفي سبيل ان ننعم نحن بالراحه والرفاهيه التي ننعم بها الان، اسالكم بدماءهم ان تكونوا خير عونا لهذا الشعب المظلوم. تمام. الشاب العراقي عانى ما عانى، جميع الفئات العراقية انظلمت في هذا الوضع. تمام. فنتمنى أن تكون احتواء أبوي وإنساني لجميع أبناء الشعب العراقي. حياك الله، شكرا جزيلا. ممنون. ممنون. حياك الله. السلام عليكم. حبيبي الغالي. شلون الصحة؟ صحة زين. لا مو صحة، انت شلون صحتك؟ احنا مو زين. ليش؟ اكو صحة بالعراق. وجود الفاسدين والحرامي، يعني رئيس الوزراء من زار المستشفى من ساعة ما تحمل الواقع المزري للمستشفى، فكيف المواطن 20 سنة متحمل هذا الواقع الصحي هل كان الوزارة الصحة؟ زين شو السبب؟ دقيقة هسه انا خلينا نحكي بالمنطق. رئيس الوزراء قبل كم يوم استلم،
شو يبي يسوي حتى يسوي؟ زار مستشفى شاف هذا الوضع. يعني يعني الموضوع تركه ثقيله. تركه ثقيله من الحكومات السابقة. كان جزء من هاي الحكومات السابقة. فعلا هم من كلهم وزارات. ويعرف واقع الحالة الصحة وواقع حال الشعب العراقي. هو ما كان عايش بالخارج وما كان عايش بالأمن. هو كان مسؤول بالدولة واستلم مناصب. أنا ما لي علاقة. أنا هسه إحنا على مدى 20 سنة دا أقول له ما تحملت أنت نص ساعة. كيف أنا الفقير متحمل لي 20 سنة علاج ماكو بالمستشفى؟ كيف الفقير متحمل مصنع واحد ليش يشغل الشباب ماكو؟ كيف الفقير متحمل شغل ماكو وعمل ماكو؟ تحملنا السرقات والفساد والنهب والخيرات العراق كلها تحملها الفقير. رئيس وزراء شاف واقع مستشفى من مئات المستشفيات بالعراق. هل اكو 20 سنة وهناك أسوأ مليون مرة. أنا أقول لك اليوم الفقير هل الفقير يقدر يروح يتعالج بمستشفى أهلي؟ هل يقدر الفقير يوم يروح يسجل ابنه بمدرسة أهلية أو كلية أهلية؟ لا. ليش؟ لأن هاي بس له للفاسين والحرامية والباقي. اليوم الفقير حصل عليه العلاج، حصل عليه السكن، حصل عليه كل شيء. تقول لي الشاب الشي يحتاج للشي يحتاج للشاب. الشاب حطموا أحلامه، باقوا سرقة أحلامه، مصنع واحد ما شغلوا لهم، معمل واحد ما شغلوا، آلاف المصانع ما رجعوها تشتغل. وهاي الشباب هسه العاطلة عن العمل ما وفروا لها فرصة عمل. اليوم الخريج يدفع عربانة ماكو شغل، اللي يتخرج ماكو تعيين، التعيينات ماكو، بس اليوم الفاز يحرم. أبسط شيء هاي الحصة التموينية، ميزانية العراق 6 مليارات وبرميل النفط ب 20 دولار، باعش قد نستلم حصة تموينية؟ 22 مادة نستلم حصة تموينية، وهسه ثلاث مواد وما قاعدة توصل للمواطن. ها؟ جابوا لك الزيت. وين الزيت؟ موجود. الثاني انا احكي عن ما مو قصدي انا الزيت، انا ما لي علاقه بالزيت. انا دا اقول لك زمن حصار والدول متكالبه، بس اسمح لي، الدول متكالبه على العراق وحصار اقتصادي ونبيع نفط في سبيل نجيب اكل. 22 ماده حصتي من النفط تجيني، وهسه باع الاف الموازنات والاف المليارات. وزاره التجاره يعطوك بطل زيت كيلو تمن، كيلو شكر، هاي ثلاث مواد من فرق 22 ماده. هل قدروا يوزعوا لهم؟ ما لي علاقه توصلني وين من الحصه التموينيه. اسال كل مواطن عراقي يقول له تجيك حصه تموينيه ثلاث مواد، شو تسوي ثلاث مواد اذا كان انا ما قاعد ايجار ورايا مصاريف وشغلات؟ شو تكفي هاي الحصه التموينيه؟ الفازين والحراميه اللي مدمرين دمروا العراق ودمروا هالبلد، وهسه يجوا لك يحكوا لك بالوطنيات وبالشرف وما ادري شو. العراقي مدمر العراق من تي اليوم. الشعب العراقي كله حصل عليه شغل وحصل عليه 1000 دينار ما لاقي يشتغل، وولد المسؤولين متنعمين بهاي الفلوس وهاي المليارات، والمسؤولين كلهم متنعمين بالخيرات. صحة وعافية إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة لرئيس الوزراء يجي يشتغل، بس هذا مثل ما ينطح من حاله، شو بيسوي؟ لأن ما يسوي شيء. من هو؟ غير رئيس الوزراء السوداني؟ إيه ليش ما يسوي؟ ليش؟ لأن الفساد أقوى منه ومتجذر. يعني السيد رئيس الوزراء ما يقدر على الفاسدين؟ ما يقدر. دولة بيده. لا الدولة صح بيده على الجانب الحقيقي، بس انت لو تعرف الفساد وين صاير تقول ميت. والله تدري ليش؟ نفسه مم هسه اللي عينهم فاسدين. من وين؟ ما بس عوف العوف الاسماء ما عوف الاسماء. إيه؟ الله يحفظك. إيه؟ فاسدين. فاسدين الفساد منتشر. شير راب حتى حلال. ما اقول لك حتى بعوائل النصر الفساد. مو عبالك شوف مؤسسات الدولة عصابات. يعني شوف هسه اللي بوك مو المسؤول، المسؤول معين الشاله يتقاسم وياهم. اي والله. بالقران يعني هي هاي حلوه هاي. يعني المسؤول معين. إيه معين قرار مال الشاله يبوقون له يجي يتقاسم وياهم. حياك الله. هاي الناس ما متفائله بهالخبر. رساله قصيده بس دقيقه وارجع لك لان الشات. اول شيء طبعا تحياتي لكم وقناتكم الموقره. طبعا للاسف الشديد الوضع جدا يعني مزري ومن سيء الى اسوء، يعني لدرجه انه الشعب فقد الامل نهائيا بالتغيير. يعني اي حاكم يجي، اي رئيس وزراء مجرد يوعد يعطي كلام لكن بدون افعال. هسه واحنا سمعنا هسه الحجينا يقول ما يقدر رئيس وزراء. بالفعل وللاسف معناها هاي مشكله. هاي اعتدنا على البعض. يعني هو الفساد منك وبيك. يعني الشخص يعني عايش وياك وكذا، من يوصل ينسى ما يقدم، ياخذ رشاوي يبوق يسرق. يعني للاسف يعني يعني هسه احنا كمواطنين يعني شنو مطلبنا؟ صحه، تعليم، خدمات، رواتب. يعني شنو ذنب الشاب قط يكمل دراسه ما يتعين؟ زين يكمل دراسه 12 16 سنه لا تعيين لا رواتب. هاي المهندسين سواق تاكسي
اكو اطباء يعني خرجون طبي دفاع معناها 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 اصبحت الشهاده مدمره بالبلاد بالفعل. حتى التعليم يعني هسه اذا تسال اي طالب هدفه ليش يدرس يقول لك بس حتى احصل شهاده يعني ما يدرس حتى يستفاد حتى يعني هذا واقعنا يعني المناهج الدراسيه جدا سيئه بالمستشفيات يعني ماكو ادويه يعني الانسان بريد فقير يروح المستشفى حتى يتعالج يموتوه زين وين تنصح رئيس الوزراء يزور تنصحه بمكان يزور والله هو كل شيء يحتاج ان احنا اعاده تاهيل يعني وين تقول له اليوم سوي جوله اليوم والله بكل مكان صراحه لان احنا ما شاء الله يعني كل شيء بنى التحتيه كلها محطمه المدارس المستشفيات فحتى يعني هسه ابسط شيء ما هو متوفر لنا يعني هسه اذا تطلع بالشارع انت ما ممن على روحك ساعه الساعه يختالوك فاحنا يعني ما بغيت بس وعود بغيت تنفيذ يعني تمام. للاسف يعني الشعب فقد الثقه باي شخص يجي ما عندنا ثقه به تمام حياك حياك شلونك عزيزي حياك انا اتعجب على الاخ اللي قبل شويه يقول كنا حصار ويوزعون بالبطاقه التموينيه 20 يعني انا مو مجبور اخي انا اليوم الشارع كله يتحدث بهذه اللغه لغه مقارنه انا مو مجبور اقارن بين الهتام وبين الفاسدين ما مجبور انا كشعب كحضاره كبلاد الرافدين كهذا هذه الامه العظيمه صح. تستحق احسن من اللي خياري يليق بالعراق احسن من الطرف وين زين احنا هسه متقوقعين بالحاضر بدنا نفكر الشباب اللي يطلعوا مظاهرات اريد تعيينات احنا محصورين بالواقع زي. المفروض ننظر للمستقبل خطط خمسيه خطط عشريه نهضه الامم النهضه مال سنغافوره شوف شلون نهضت زين الاهتمام على السوداني هسه والسوداني الكل دا يطالب بالشارع السودان والسودان السودان ما صار له صح بس احنا نوجه له رساله نطالبه يهتم اولا وزاره التربيه ثانيا وزاره التعليم ثالثا وزاره الثقافه ويقال اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا صدقني ثق بالله اليوم الناخب لو كان مثقف والناخب لو كان متعلم ما كان بقى هاي الثله الفاسده طوال هاي السنين زين فأنا ما مجبور أنا أريد أوصل رسالة لأخوتي الكبار هسه الرجال قبل شوية معاشر هو النظام السابق ما مجبور أتقارن يا أخي ذولا فاسدين وذاك فاسد ذولا قتلة وذاك قاتل زين أنا واحد من الناس صدام قاتل الاثنين أنا واحد من الناس اللي الميليشيات اللي صارت ومعروفة يا ميليشيا اللي صارت بعد 2004 قتلت خالي وابن خالي يعني أنا الطرفين قاتلين من يمي صح فأنا يحترق قلبي من واحد يقول لا ذولا زينين أو واحد يقول لا صدام زين لا الطرفين مو زين أحسنت فأخي علينا الاهتمام ورسالة للسيد السوداني الله يحفظه الاهتمام بالتربية والتعليم يعني وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة الثقافة صح. صدقني بهاي الشغلة راح ننهض لأن إحنا يسنا أنا وياك 30 سنة ما يعني إيش قد أريد أعيش مثل فإحنا على الأجيال القادمة أنا اثنين عنده بنات ممكن بالأجيال القادمة أصلح لهم بس شو وقت بالتعليم صدقني طبعا. التعليم هو اللي يخلي الأمم تنهض حياك الله شكرا وأشكر وعيك حياك الله السلام عليكم عليكم السلام تحية قناة الفلوجة حياك اليوم إحنا عندنا مطلب كشعراء الناس تحكي سالفة إحنا نحكي شعر في الرسالة حصريا إلى السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني المحترم عينك على الشعب وترس شليل القاع ابن الهور انت وصيتك عمارة اخذ دور الزعيم وكبر الصمون ودور على الفقير وكثر انصاره لا تقبل عذر حيتان عندنا هواي حطهم على المحك سوي لهم شارة لا تقبل عذر حيتان عندنا هواي حطهم على المحك سوي لهم شارة منهوب الوطن حكامه فتحت بوب هم تقدر تسدهن تعلن الغارة سموم الجار دخلت والشباب تموت آفة غيرنا تحرسها الانطارة فدوى جسادنا سور الوطن مهيوب ومن صافح عدو ما نقبل اعذاره ايد بايد نلتم وتشوفوه شموع ايد بايد نلتم وتشوفوه شموع نضوي البيت كله وتشهد اخباره ابن سومر نعم ويسجل التاريخ طب لو كارهم لا تسوي تزيارة ابن سومر نعم ويسجل التاريخ طب لو كارهم لا تسوي تزيارة من بابل نسن ونعدل الدستور صح. موعدنا المسلة وعدنا قيثارة احنا اصل الدستور من بابل نسن ونعدل الدستور موعدنا المسلة وعدنا قيثارة ما جامل أبد أبيات مثل السيف شاعر للوطن ما لاظم كتاب حياك الله حياك الله الاسم الكريم حارث الربيعي شرف أستاذ حارث حبيبي هاي الرسالة يعني نفس ما
هسه اكثر من شخص هنا. نعم. بعض يتساءل هل السيد السوداني يستطيع القضاء على الفاسدين؟ البعض يقول لك ما يقدر، البعض يقول لك ان شاء الله يتوكل ويقدر. ف شلون بتدخل الاوكارهم شلون؟ ما الاوكار بس اسمح لي العفو. لا لا مو انا البارحه كتبتها القصيده البارحه والله مهمه هاي. الله يسلمك هذا البيت والله. الله يسلمك ابن سومر. نعم ابن سومر نعم. ويسجل التاريخ بلو كارهم. لا تسوي تسيارة. اها مو تسيارة. مين رادة تسيارة؟ هي رادة الاقتحام. احنا العفو استاذ احنا الكلام يكون صريح اكثر. صح. احنا هسه اليوم مو وقت مجاملات. صح. اليوم احنا شعبنا منهك متروس هموم متروس اهات. احنا اللي ريت نقطع علاقتنا في كل دول العالم. انا اسمح لي انا ترى صريح جدا. صحيح. نبات العقبة ميتين. نقطع علاقتنا بكل الدول بدون تسميات. يصير بالعكس. لا استعلم فتح على الدول. نقطع علاقاتنا من ناحية التدخل وإساءة البلد. نقطع تدخل على طبعا. يعني احنا من طبنا السموم ما نقبل بها. صح. من يجي طبنا رهابي ما نقبل به. صح. من يطبنا مخوشات بس لا يطبنا خير خوش ولد هلا به. المستثمرين والعلاقات الدبلوماسية طبعا. بالضبط. نقدر نبني بلد. صح. نقدر نتوحد. صح. نقدر نقضي على الفساد. والفساد شنو منين يجوا؟ جو من القمر هم فلان وفلان وفلان وفلان. صح. حياك الله. انا اذكرك من المتنبي بالقرب من ابو الطيب المتنبي من تمثال ابو الطيب المتنبي على نهر دجلة. من المتنبي كانت هذه حلقتنا وهذه الرسالة الى السيد السوداني. اضرب بيد من حديد قالها قبلك الكثير وقالوها من مسكوا زمام الامور برئاسة الوزراء لكن لم يضرب أحد منهم بحديد ولا حتى بخشبة. إراد لها عزم وقوة وإراد سجن خاص VIP للفاسدين من الدول اللي تبوأوا بمناصب عليا من الدولة العراقية. اليوم شكلت لجنة مكافحة الفساد برئاستك وكلت عليها وكيل على هذه القضية لكن احنا نريد سمعنا بلجان سابقة لكن الريد فعل الريد مكافحة حقيقية. اليوم هنالك خطوات للمكافحة لكن احنا ما نريدها بداية كل رئاسة وزراء يعطونا شو اعلامي لمدة اسبوع وراه يعزل. راد لنا شوية هذا البرنامج يكمل بنهاية الفاسدين. من المتنبي حياكم الله.